التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية واللقاء في تواصل هذه الانطلاقات. شوط ينتهي وشوط يبدأ من الجديد ليحمل في طياته هذه الأسماء وهذه الشعارات الغوية. نسير مع شوطنا الثالث عشر الخاص بالإبكار إلى المقدمة وإلى المركز الأول مباشرة. نتابع الصدارة والمركز الأول، هذه هي لمية مع الصدارة الأولى، يقدمها سلطان بن حمد بن سعيد الجعفري، اسم أيضا يتعلق بالماضي اسم لمية، بينما الغدوم من مزنة اشطيط بن خليفة العويسي، بينما الدخول في المركز الثالث الواصلة هذه حشمة لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع السبوسي، والمركز الرابع اللي تدخلت من الزاوية اليمنى هذه هي تسعيرة راشد بن علي بن راشد العويسي من تحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس اللي وصلت وتقدمت هذه نهب سيف بن محمد بن علي العرياني، كل الأسماء منافسة في هذا الشوط. ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة وإلى حشمة. هذه حشمة مسيطرة على المقدمة الأولى لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع السبوسية، ولكن اللي وصلت نهب اللي قادمة في المركز الثاني لسيف بن محمد بن علي العرياني، والمركز الثالث تسعيرة راشد بن علي بن راشد العويسي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، العرياني يبي يودي السلامات إلى أهالي مغافة في مدينة العين. سلام يا العين، سلام، تهانينا والناموس لمالك نهب التي انتزعت هذا الشوط سيف بن محمد بن علي العرياني. والمركز الثاني كان الوصول من تسعيرة لراشد بن علي بن راشد العويسي، والمركز الثالث أوصلت في حشمة لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع السبوسي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى، ولكن العرياني ينتزع هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره بدقيقتين و12 ثانية، وسلاماتنا نزفها إلى أهالي مدينة العين وإلى أهالي منطقة مغافة، يستاهلون السلام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في صباح هذا اليوم.